محاولة فاشلة للاغتيال تعرض لها فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الجمعة الماضية، لتعيد إلى الأذهان محاولات الاغتيال التي تعرضت لها رموز وطنية وسياسية على مر التاريخ في مصر، بدأت مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين على يد مؤسسها حسن البنا. محاولة فاشلة خايبة من الجماعة الإرهابية، بتحاول إن هي تعكر صفو المصريين علشان يشتغلوا بمقتل عالم من علماء الدين أو بمقتل من هو غصة في حلق الجماعة الإرهابية. وعلى الرغم من فشل تلك المحاولة، إلا أن المجتمع أصبح في دهشة من تحويل فكر الاغتيالات من السياسيين إلى العلماء، لمجرد أنهم يظهرون الحقيقة أمام الناس من خلال رؤية دينية نابعة من الخوف على المجتمع ومحاولات جره إلى فكر متشدد يتخذ من الدين ستارا له. استهداف عالم جليل بوزن وقيمة دكتور علي جمعة، إنما هذا عمل جبان وخسيس، يستهدف واحدا من علماء الدين كان له موقفه المعروف من صحيح الدين ورفض النهج التكفيري والإرهابي الذي تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات. والغريب أن تلك المحاولة أمام بيت من بيوت الله لم تحرك أي مشاعر عند القائمين بها، غير مراعين حرمة المساجد وترويع المصلين. إن كنتم تريدون تعايشا فنحن أهل سلم وسلام وأمن وإيمان، أهلا ومرحبا بكم، ولا تأتون كما قال رسول الله بخطة رشد إلا اتبعناكم فيها، أما أن تأتون بما يخرجنا من هويتنا أو ديننا أو ثقافتنا أو من رضا الله عنا فنحن لسنا في حاجة إليكم ولستم في حاجة إلينا. ويبقى السؤال، ما الأسباب التي استطاعت بها تلك الجماعات إقناع شباب بمحاولة اغتيال العلماء؟ وهل النشأة الاجتماعية وراء ظهور هذا النوع من أعمال التصفية الجسدية للعلماء؟ وهل لم يعد هناك حرمة للمساجد في فكر هذه الجماعات؟